يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يصل أجر قراءة القرآن إلى الأموات؟ وهل يجوز أن نأخذ الأجرة لمن يقرأ القرآن للأموات؟ قراءة القرآن للأموات لم يرد فيها دليل، وقلنا لكم الأصل أن عمل الإنسان له إلا ما ورد الدليل في إهدائه لغيره، ولم يرد أن قراءة القرآن تهدى للغير، يحتاج إلى دليل. نعم.